احنا كنعرفوا اول شيء كنشكر مراكش الرياضيه، وثاني شيء كنشكر الجماهير اللي حجت اليوم باش تعاين هذا اللقاء وهذا الطبق الكروي اللي قدمنا، خصوصا الجماهير ديال المولوديه. وثالث شيء اللي هو كنبغي نهنئ الناس ديال اولمبيك مراكش على الفوز ديالهم. بالنسبه للمباراه من المنظور ديالي التقني، فما نقولش كاع الهدف الاول، الحكم كان خطأ، يعني خطأ في بعض الامور خصوصا الهدف. حنا في الرينيون تكنيك هضرنا مع اللاعبين ديالنا، قلنا نقدروا نسجلوا، نقدروا يتسجل علينا، نبقاو مركزين. وخير دليل اننا في الشوط الثاني قدمنا لقاء في المستوى، ما كانش لا ريوسيت، هذا وارد في كرة القدم. كنبغي نهنئهم بالمناسبة اللاعبين كاملين، لانهم قدموا داكشي اللي في الجعبه ديالهم، وكل واحد عطى داكشي اللي كان منتظر منه. كينتظرنا اعمال، مباراه نهزمنا سي با لا فان دو موند، مباراه نهزمنا، باقي اللقاءات جايين، البطوله باقا طويله. المهم في هذا الامر هذا هو اننا مازال كنحتلوا المراكز الاولى، والشامبيونه مازال طويله سي صابر. غنحاولوا نداركوا، لان الخساره وارده في كره القدم، وهي المنظومه ديال الكره، تقدر تنهزم، تقدر تتعادل، تقدر تربح. هذا ما غادي يعطينا الا حافز. اليوم استخلصنا عده امور، وكينتظرنا اعمال خصنا نقوموا به، وان شاء الله ما غيكون على الخير مستقبلا.